ده عن قيمة جميلة، قيمة الكرم. جميل جدا إن أنا أكون إنسان كريم، لازم أوصل لأولادي يعني إيه كريم، وأفرق كويس قوي وأنا بتعامل مع أولادي وأفهمهم الفرق ما بين الكرم والإيثار. الكرم يعني أنا بدي من الفضل اللي عندي، لكن الإيثار أنا بضحي بشيء أملكه غالي علي عشان خاطر اللي قدامي. فنخلي بالنا وإحنا بنفهم أولادنا، ناخد بالنا من الجزئية دي، أنا بعلمهم كرم ولا إيثار؟ لما أكون بعلمهم كرم يبقى لازم أبقى بديهم حاجة زيادة يقدروا يدوها للآخرين عشان يبقى هو كده اسمه كريم. لازم أفهمه يعني إيه كرم، لازم أحكي له قصة جميلة يفهم يعني إيه كريم وقد إيه الكريم ده إنسان محبوب. أتكلم معاه وحلل سلوكياته طول اليوم وأقول له الله عليك، أنت النهاردة كنت كريم، أنت عملت كذا وكذا مع أصحابك. من الحاجات الأساسية أحكي لهم تأثير إحساسي بنعمة وقيمة الكرم دي قد إيه. أنا كنت النهاردة إنسانة كريمة، عملت كذا كذا مع أصحابي واتفقت معاهم أني أنا هساعد فلان وفلان، وده كان شيء رائع بالنسبة لي. قيمة الكرم لما تدخل والأولاد يشوفوها عندنا دي بتبقى شيء رائع. الجوانب التطبيقية في رمضان فرصة هليلة إن إحنا نعمل جوانب تطبيقية كتير جدا، زي مثلا نعمل شنط رمضان وننزل